لكن اكيد عايزين برضو نعرف تفاصيل اكتر عن انجازات مصر في هذه البطوله تحديدا. خلينا ناخد على التليفون كابتن شعبان الخطيب عضو اللجنه البارالمبيه ورئيس البعثه. يا كابتن خطيب، يعني بونجور على حضرتك طبعا في البدايه. بونجور يا استاذ هوان، بونجور يا استاذ كريم. بونجور جدا يا فندم، اهلا بيك. ازاي معاكم؟ يا رب منورين دايما قناه الاهلي. يا رب يعزك. والله انتوا اللي منوريننا ومنورين مصر حقيقي. والله بجد احنا فخورين وسعداء بكل انجاز ابطالنا بيحققوه البارالمبيين، حاجه محترمه جدا. خلينا نتكلم بقى عن هذه البطوله وكواليسها والتفاصيل، نسمع منك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادات، احنا بدايه لعبه العاب القوى كانت سباقه ان هي بتجيب لنا ميداليات في دوره اتلانتا ودوره سيدني ودوره اثينا ودوره بكين. جميع الدورات البارالمبيه كانت العاب القوى موجوده دائما بقوه، ولكن في طوكيو الاخيره دوره طوكيو كان حصيله الالعاب القوى مفيش ميداليات خاصه بالعاب القوى. مجلس اداره اللجنه البارالمبيه الجديد الحديث بدا يدي لجميع اللاعبات اهميه خاصه وخصوصا العاب القوى، وانا بصفتي عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه وبطل بارالمبي سابق في العاب القوى بدفع الجله طبعا، فوجودي كعضو مجلس اداره بدات اهتم باللعبه الخاصه بيا كالعاب القوى، وبدانا نشكل جهاز فني جديد دي ونبدا نضم عناصر جديده عشان تكون العاب القوى موجوده في التمثيل القادم ان شاء الله في الدوره البارالمبيه في باريس. فبدا نكون عناصر، كوننا منتخب من 8 لاعبين في العاب القوى. مع تكوين جهاز فني جديد بدانا نشوف نعمل استمار بقى بتاع تكوين المنتخب ده من سنه او سنه ونص. وصلنا في النهايه ان احنا نمثل مصر في بطوله الجائزه الكبرى بايطاليا 23 في الفتره ما بين 8 و 15 هذا الشهر. كان معانا 8 لاعبين، 4 لاعبين للرمي و4 لاعبين لسباق المضمار للجري، ونجحنا في اول يوم في السفريه بتاعتنا ان احنا قعدت مع الجهاز الفني ومع اللاعبين وحسيتهم يعني ايه ان احنا نرفع علم مصر في محفل عظيم زي المحفل اللي احنا موجودين فيه ده. فكان اول ثمار مجهود وثمار اللجنه البارالمبيه بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى، وبرضه بفضل الجهاز الفني الموجود بقياده الكابتن محمد عيسى مخلد، ان احنا نبص نلاقي اولادنا جايبين 5 ميداليات ذهبيه واثنين فضه واربعه برونز. كان من الخمس ميداليات الذهبيه عندنا، يعني لو تسمحوا لي اقول اسامي. طبعا طبعا احنا بنفتخر بيهم طبعا. يعني احنا عندنا مثلا الكابتن كريم محمود عبد التواب لعب 100 متر و200 متر، جابت ميداليه ذهبيه هنا وميداليه ذهبيه هنا. وببشر الشعب المصري ان كريم يعتبر الرقم اللي هو عمله في البطوله ديت، وهي دي البطوله التاهيليه اللي اللعيبه اللي بتاهل منها بيسافروا بطوله العالم ان شاء الله في فرنسا في شهر يوليو القادم. كريم عبد التواب عمل رقم جديد، وان شاء الله بالرقم ده لو حققه لنا في الدوره البارالمبيه القادمه هنحصل على ميداليه في التتويج في 100 متر يا مسهل في 44. يا رب ان شاء الله ده يحصل فعلا. طيب حصل كريم على 2 ذهب، وحصل اللاعب عبد العزيز هاشم على ميداليه ذهبيه برضو في 47 في سباق 100 متر كويس. حصل الكابتن ابراهيم بدر في قصف الفرس على الميداليه الفضيه والذهبيه في رمي الرمح اف 56. ما شاء الله. يعني الذهبيه الخامسه كانت من نصيب الكابتن محمد كمال اف 37 في قصف الفرس، حقق لنا الاول ميداليه تحقق لمصر في هذه البطوله كانت من نصيب كابتن محمد كمال. بص يا كابتن خطيب، انا هقول لك على حاجه، لان ايه احنا مش عايزين ننسى ناس، احنا عايزين حضرتك تنورنا في فقره هنا نتكلم، ولو حضرتك تقدر تجيب حد من ابطالنا معاك يبقى رائع جدا ونتكلم بالتفاصيل، لان احنا حقنا ان الناس لازم تسمع كل الكواليس وتعرف الابطال دول شكلا ويسمعوا قصتهم ويشوفوا النجاحات اللي بتتحقق على الارض. ده مهم جدا لو وقت حضرتك يسمح. يعني
ان شاء الله ان شاء الله. دي نقطة في غاية الأهمية. قبل برضو ما نختم مع حضرتك، أنا عايزة أروح لنقطة أخيرة، لو في أي حاجة حضراتكم محتاجينها، في حاجة ناقصة، في حاجة رسالة حضرتك عايز توجهها دلوقتي، لو في أي مسؤول وزارة الشباب والرياضة أو غيره من الاتحادات بيسمعونا، يعني أنا أعتقد إن دي فرصة كويسة جدا، لأن إحنا في الأول وفي الآخر بنتمنى من خلال برامجنا ومن خلال الإعلام إن إحنا نساعد، إن إحنا نكون يعني زي ما بيتقال كده أداة وصل ما بين الأبطال بتوعنا وما بين الجهات المعنية. فلو في أي حاجة حضرتك حابب تقولها بخصوص الشأن ده اتفضل يا كابتن خطيب. بص يا فندم، احنا بكل المقاييس، وانا في اثناء، انا يعني معلش انا كرئيس بعثه كنت يعني مش رئيس بعثه بس، لا ده انا كنت بنزل وبدي الصوره اللي حضرتك بتتكلمي عنها ديت، ان انا قبل ما الاولاد يلعبوا كنت انا يعني معلش بعتبر نفسي اعلام بديل، ان انا ببث للاولاد بتوعنا ازاي ان احنا بنلعب وازاي ان احنا بنحقق الانجاز التاريخي ده. كويس. وصلت حضرتك ان احنا نجيب الخمس ميداليات والاثنين الفضه والاربعه البرونز، ولكن في النهايه بشكر القياده السياسيه في فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان زي ما حضرتك متابعه بقى الشأن البارالمبي واهتمام بذوي الهمم. صحيح. ما خدنا فرصنا، لان انا بتكلم بصفتي كنت لاعب سابق ودلوقتي مسؤول في مجلس الاداره. احنا في ازهى عصور اهتمام القياده السياسيه بذوي الهمم. أنا أتفق معاك. وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حضرتك جه يعني اجتمع معانا في مجلس الإدارة يشوف أي اهتمام أو أي متطلبات تساعد اللجنة البارالمبية. رائع جدا رائع. اللي المجال اللي احنا فيه حضرتك، شوف أنت حضرتك بتقول عايز أنا أوصل رسالة للمسؤولين فيه، احنا في الفترة دي معلش ما فيش منتخب بارالمبي إلا لما بيمثل بتكون جميع العقبات كلها مزالة. طب وليه معلش؟ يبقى ده مش معلش، دي حاجة كويسة، دي حاجة كويسة مش معلش، حاجة يعني دي حاجة رائعة كمان، نتمنى المزيد. يعني احنا نطمن ان مفيش اي مشاكل خاصة بهذا او هذه الفئة اللي احنا بنتكلم عنها، طبعا ابطالنا البارالمبيين. طب رائع جدا. وهقول لحضرتك ان احنا عندنا كنا مشاركين بثمان لاعبين، ستة منهم تأهلوا خلاص لبطولة العالم. بالظبط. انا كنت بقول كده، لا ده حاجه يعني بجد، لا يعني بجد حاجه تدعو للفخر بكل المقاييس، ده مش مجامله، يعني بالتوفيق ليهم ان شاء الله. واحنا واثقين برضو ان في باريس 24 البارالمبيين هيجيبوا لنا اكتر من يعني الالعاب الاولمبيه العاديه، فبالتوفيق طبعا للاثنين. بس هو ده دايما للاسف اللي بيحصل، ان مش الاثنين بيفوزوا بنفس العدد، لا عندنا فئه هي اللي دايما بتكتسح واحنا فخورين بيهم. على كل حال كابتن خطيب بشكرك جدا، وزي ما اتفقنا وحضرتك وعدتنا تكون معانا ان شاء الله في فقره هنا يعني في 10 الصبح في الاهلي، ومعانا او يكون معاك احد ابطالنا كمان في هذه الفئه.